بالنسبة للأندية المشاركة في البطولة الأفريقية أكيد باش يكون المتصدر هو تونسي، على ما أظن يا ترجي رياضي تونسي يا النجم الساحلي، وإن شاء الله زينا يكون أندية تونسية. بالنسبة للأندية التونسية معناها إن شاء الله يكون عندها حضور في كأس الكاب، وإن شاء الله تطلع في المكاس بشكل عام. بالنسبة لي أنا نحب النادي الأفريقي، أما ككورة نحكيو الواقع أقوى جمعية في تونس أمور كورة يعني هي ليتوا سواق سيونكن أما كديفونس ما عندهاش ديفونس به. بالنسبة للتراجي تمر بظروف صعبة تو التراجي ولازم حمدي المد بيعاون له الاشتراك رشح ليتوا الآن. والله في تونس عندنا كيبات بارك الله عندهم بلاصتهم في الأفريق إن شاء الله نحس سباق سعودي ويسلي مش تعادل إن شاء الله نتصور أنا مش نزل إكسبيرونس. بالنسبة لكيبات توانسة نورمالمون عندهم إكسبيرونس في الأفريق كما الإكسبيرونس ثلاث سنين اللي فاتت توصل ديمي فينال شامبيونز ليغ وفينال وسي إس إس معروفة في الكاف ليتوال كيف كيف نورمالمون تكون فينال في تونس يا في سوسة يا في سباق إن شاء الله في يبي في سويق حوضة الترجي الترجي نجم توصل أدوار متقدمة ونجم رد الساحل رشح الترجي الرياضي التونسي باش يس تيتر النجم هي اللي عندها حظ الأوفر باش تربح والله رشح ليتوال عندها جوارات باهين مالغري اللي أنا كريبيست في فينال ليتوال ليسبيرونس